التحدي ده اللي هيخسر فيه هو اللي هيطلع بره. اتفقنا؟ اتفقنا. على 50 جنيه، اللي هيفضل اخر واحد مش هيضحك هياخد 50 جنيه. ماشي. انا الاول، بعد كده كارما، وبعد كده تاليا، وبعد كده جوري. ماشي. يلا انا الاول. اسكت اسكت. ايه ده؟ احنا كده خسرنا. ليه ده كده ضحكتنا؟ كسبت 50 جنيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا عارفين انا اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي سعيد. وانا اسمي محمد. وانا اسمي سليمان. سليمان؟ ايه سليمان ده؟ أشا. ايه؟ أشا. الحقيقة يا زبت. الفيديو ده تحدي بيني وبينكم، اللي هيقول في الفيديو ده احنا كام واحد ليه هديه، واللي ما عرفش يكتب في الكومنتات، واللي عرف يدوس لايك بسرعه دلوقتي. احنا كام واحد في الفيديو؟ ما عرفتش دوس لايك دلوقتي وانا اقول لك احنا كام واحد. سيبك من دي، دي مش بتعمل، مش عارف بتعمل ايه. ادي 1 2 3 4، احنا 4. لو ما عرفتش بقى دوس لايك، لو عرفت اعمل متابعه. جاي من الهند دلوقتي. بابا ايه يا كوك؟ كمان اللعبه دي بكام؟ اللعبه دي هي عجبك الاول ولا لا؟ بجد والله. دي جبتها لك ب 3 جنيه. ايه؟ خد عايزاها. ليه مش عايزاها؟ ليه؟ دي حلوه. جبتها لك ب 50 جنيه. ايه ده؟ حلوه. حلوه ب 50 جنيه؟ حلوه ب 3 جنيه. مش عجبك؟ عجباني. عجبك؟ طب ب 3 جنيه. على فكره بقى يا جماعه، كلام نهائي، كارما مش هتصور معانا فيديوهات تاني. محدش يقول لنا بقى عايزين كارما وطلعوا كارما معاكم في الفيديوهات، عشان كارما اصلا كل ما ولد عليه صورتني بس خلاص، مش هتصوري معانا تاني. ومش وقت تركبني العربيه بتاعتها. مش فرحنا بالعربيه. انا غلطان ان انا جبت لها عربيه. اوعي مش هتصوري معانا، ما تطلعيش معانا في فيديوهات تاني. روحي بقى بالعربيه اللي انا جبتها لك هديه، روحي بقى العبي بيها. امشي. اوعي. بس خلاص. بص البت جوري جميله ازاي، انما البت كارما معفن. لا مش معفن. ايوه. ايه اللي طلعك؟ انا. لا.